السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. ما زلنا في سلسلة الفيديوهات اللي تتكلم على One Dimensional Elastic Power Analysis، وبهذا الفيديو راح نحاول نجاوب على Objective Number 1 اللي هو نحاول إنه نتعلم كيف نتعامل مع الأوتبوت اللي راح نحصلها أو اللي حصلناها بالحقيقة من حل المثال مالتنا، وهذا هو هدف أساسي لهذا الفيديو بالحقيقة. فراح أرجع من جديد أتعامل ويا حالة إنه أنا عندي linear element ونشوف النتائج، وأخذت أنا بس 5 elements، رجعت على الكورس مش من جديد لسهولة التعامل وياها، وهسه راح أشوف شلون ليش أنا اختاريت ال 5 elements بس. فنشوف إنه النتائج بالنسبة للستريسز بالنهاية الحرة هي 120، وبالنهاية المقيدة هي 280، في حين الإكزاكت سوليوشن هنا كانت 300، وفي النهاية الحرة كان الإكزاكت سوليوشن 100. حتى أتعامل ويا الإجهادات هذه وكيفية تغير الإجهادات أو كيفية تغير الديسبليسمنت أيضا، هي هاي المخرجات اللي إحنا حصلناها في مثالنا هذه ستريسز و displacement. شلون أقدر أرسم التغير اللي دا يصير بالستريسز أو بالديسبليسمنت على طول البار مالتي؟ حتى أسوي هالشي هذا أحتاج إنه أقوم بالتالي: أروح على tools بالبداية وأختار من عندها path اللي هو هذا. لازم بالبداية أرسم مسار اللي من خلاله راح أتبع التغير اللي حاصل في الأوتبوت. راح أختار manager، من manager أختار create، أخلي path number one، وأختار node list وأنطي continue، ومن هنا من continue أختار add before. طيب هسه راح ينطيني فد مسج هنا يقول select nodes to be inserted into the path. فال elements هذه أبدي من أول وحدة باليسار وأنتقل إلى اليمين بحيث أختار element بعد الثانية، أو عفوا نود بعد الأخرى. أوكي، صار عندي 1 2 3 4 و6، 5 ما بينت هنا، ماكو مشكلة. هسه راح أعدل هذا الموضوع. نشوف هنا إنه دا يقول أنت اختاريت نود ليبلز من 1 إلى 4 ومن 1 إلى 6. هذا بمجرد ما أضغط عليه أقدر أعدله إنه أختار نود نمبر 1 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين 5 وأخيرا 6. لذلك أنا اختاريت بس 5 elements حتى أتعامل بها بكل سهولة، وراح أقول له أوكي هذا هو الباث مالتنا، path number 1. هسه راح نجي نتعامل وياه. أرجع من جديد إلى tools أيضا، هذا خلينا نخلص منه، هذا خلينا نعطيه dismiss. أرجع من جديد إلى tools وأختار هالمرة XY data وأختار manager و أعطي create، ومن create راح أختار path لأنه أنا رسمت path، أقول له continue، فراح حدد لي إنه المسار path هو path 1. yes أنا ما عندي غير بس path 1 اللي رسمته هنا، وراح يكون عندي هنا النوع مال output هو stresses، فأني بدل ما أختار one misses أقدر أغيره إلى S11 واللي هو الإجهاد باتجاه X، أقول له أوكي وأنطي سيف أس، والنيم أغيره من XY data number 1 إلى stresses مثلا، أقول له أوكي وأرجع أعيد هاي العملية لأنه أغير الفيلد أوتبوت إلى U وأختار U1. أوكي وأنطي أيضا سيف أس وأنطي displacement. أنطي أوكي وبعدين cancel. هسه إذا أروح على displacement وأضغط دبل كليك عليها راح تطلع لي الإحداثيات X و Y بقيمها. طيب هنا راح يقول لي X هي true displacement، يعني هي المسافة على X axis اللي دا تحرك بيها هنا، في حين إنه Y تمثل لي التشوهات اللي صارت بالبي مالتي. فات نود نمبر 0 عندي هاي قيمة الديسبليسمنت اللي هي تقريبا صفر، at node number 2 عندي هاي قيمة الديسبليسمنت، وهكذا تزداد لحد ما توصل 0.2. وإذا أروح على stresses أيضا double click هنا، طبعا
طلعت لي هاي ستريسز. اوكي طيب اني شنو اللي اقدر اسويه بهذه النتائج اللي طلعت لي؟ ممكن انه انقلها الى الاكسل وارسمها، وبامكاني ايضا انه بالضغط على بلوت، اذا انا ضاغط على ستريسز مختارها واختار بلوت، راح يرسم لي العلاقة مثل ما نشوف امامنا حاليا للمسافة اللي دا امشيها بالاكس اكسس اللي هي تمثل لي الترو ديستانس الونج ذا باث، يعني اللي هي بحالتنا هذه هي طول البار مالتنا اللي يبدي من صفر ينتهي بعشر انجات. ونشوف الستريسز تتغير عندنا، بالبداية كانت هي 280 هنا الى ان توصل قيمتها الى تقريبا 120 بالنهاية الحرة حسب النتائج اللي طلعت لنا. وبإمكاني أيضا إنه إذا أروح على Displacement وأنطي Plot أيضا، راح يرسم لي هنا Displacement وهذا التغير الحلو اللي كلش يشبه دالة من الدرجة الثانية، بحيث من أنتقل من النهاية المقيدة إلى النهاية الحرة تنشوف شلون إنه Displacement مالتي دا تزيد من الصفر إلى أن توصل إلى قيمتها العظمى اللي هي 0.2 لما أوصل إلى نهاية البار مالتي. وبهذا نكون تعلمنا شلون نقدر إنه نتعامل ويا الأوتبوت اللي تظهر لنا من تعاملنا ويا المثال اللي هو عبارة عن One Dimensional Elastic Bar Analysis. إن شاء الله في فيديو قادم أو سلسلة فيديوهات أخرى راح نحاول نعيد حل هذا المثال، بس بدل ما نستخدم One Dimension راح ننتقل إلى Two Dimensions ونشوف التغييرات اللي ظهرت عندنا. شكرا جزيلا على متابعتكم، ونتمنى لكم أنه قضيتوا وقت مفيد معنا.